حقق هؤلاء المقاتلون التابعون لغرفة عمليات بركان الفرات إنجازات كبيرة ضد تنظيم داعش، رغم أن ما يملكونه من أسلحة لا يقارن بما يملكه التنظيم. شكلت هذه القوة منتصف العام الماضي تضم كتائب من الجيش الحر وأخرى تابعة للميليشيات الكردية، ينحدر معظم مقاتلوها من مناطق سقطت بيد داعش في الحسكة والرقة وريف حلب الشمالي، وهو ما يفسر شراستهم في استرجاعها. نحن في غرفة عمليات بركان الفرات نسعى لردم الشرخ الذي أوجدته داعش والنظام قبلها. سنة على تشكيل هذه القوة تمكن مقاتلوها من طرد داعش من مدن هامة ككوباني وتل أبيض، حيث خاضوا معارك ضارية بدعم جوي من طائرات التحالف، كما وصلوا في معاركهم إلى داخل ريف الرقة التي تعتبر أهم قلاع التنظيم. أهم أسس الانتصار ضد داعش أو ضد أي خطورة على المنطقة يجب أن يكون هناك نظام مشترك من كافة مكونات المنطقة بغض النظر عن العرق والطائفة والدين. تجربة بركان الفرات التي أثبتت قدرتها على مقاومة داعش خلقت أملا للأهالي بإمكانية طرد التنظيم فعلا في حال توفر قوة منظمة بعيدة عن الحساسيات العرقية والمذهبية، كما حال ميليشيات الحشد الشعبي في العراق. محمد دغمش، الحدث.